السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم مادة الكيمياء للصف الثاني متوسط. راح نحل أسئلة مراجعة الفصل الأول صفحة 19. السؤال الأول، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. أولا، العنصر الذي يمتلك إلكترونين فقط في غلافه الخارجي هو عنصر الهيليوم. عنصر الهيليوم يمتلك الكترونين فقط في غلافه الخارجي. هنا نتحدث فقط على الغلاف الخارجي وليس على كل الالكترونات. زين. ثانيا، ذرات العنصر التي تميل الى فقدان الكترونات تكون روابط ايونية، تكون روابط ايونية موجبة. يعني مثل ما ذكرنا، العنصر اللي يميل الى فقدان او اكتساب الكترونات هذا راح يتحول الى ايون. فهنا العنصر اللي يميل إلى فقدان الإلكترونات في حالة الفقدان يتحول إلى أيون موجب، يتحول إلى أيون موجب. فهنا راح تكون روابط أيونية موجبة. نقطة ثلاثة، عند اتحاد ثلاثة عناصر اللي هي X و Y و Z، يعني شنو هاي X Y Z؟ يعني هاي عناصر نمثلها بعناصر. كمثال، لتكوين مركب ما، فإن خواص المركب الجديد اللي هو XYZ ش راح تكون؟ راح تكون مختلفة. ليش؟ لأن احنا ذكرنا إنه العناصر من تتحد مع بعضها راح يكون مركب، وهذا المركب يختلف في خواصه عن خواص المادة الأصلية. فهنا الخواص المركب راح تكون مختلفة عن العناصر. زين. النقطة الرابعة، تتكون الرابطة الأيونية عندما فراغ من ذرة إلى أخرى عندما تنتقل الإلكترونات. مثل ما ذكرنا، في حالة فقدان الإلكترونات وفي حالة اكتساب الإلكترونات راح تكون رابطة أيونية، يعني راح تتحول إلى أيون. فهنا نقول تتكون الرابطة الأيونية عندما تنتقل الإلكترونات من ذرة إلى أخرى. نقطة خمسة، في الرابطة الأيونية يكون التجاذب بين أيونات ذوات شحنات راح تكون مختلفة. طبعا لازم تكون شحنات مختلفة حتى تصير تجاذب بين هذه الشحنات، يعني أحدهما موجب والآخر سالب، لازم تكون مختلفة. زين. نقطة ستة، الكترونات فراغ هي المسؤولة عن تكوين الروابط. نقول الكترونات التكافؤ، واحنا عرفنا شنو الكترونات التكافؤ. الكترونات التكافؤ هي اللي تكون في الغلاف الخارجي، اللي تكون في الغلاف الخارجي هي المسؤولة عن تكوين الروابط. يعني شنو؟ نشوف ان عندنا الذرة تكتسب الكترونات او تفقد الكترونات، فهنا او تشارك بالالكترونات، فهنا الغلاف الخارجي اللي هي تسمى الكترونات التكافؤ هي المسؤولة عن تكوين الروابط. زين. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي. اولا، ماذا يحدث عندما تصبح الذرة ايونا ذا شحنة سالبة اللي هي سالب اثنين؟ شنو اللي يحدث؟ احنا ذكرنا انه الذرة من تتحول الى ايون يا اما تكتسب او تفقد. اذا اصبحت سالبة يعني اكتسبت الكترون، يعني اكتسبت الكترون. ليش؟ لان الالكترون شحنته سالبة، ففي حالة الاكتساب راح تزيد من هاي السالبية. يعني هنا الشحنة سالب اثنين يعني اكتسبت الكترونين، اكتسبت الكترونين، لان هاي هنا عندنا الرقم هو يشير الى عدد الالكترونات. اما هنا عندنا السالب، هاي الشحنة، الشحنة هاي الالكترونات هي فقدتها الذرة لو اكتسبتها. اذا سالب معناتها اكتسب الذرة الكترونين، فهنا الجواب هو اكتساب الذرة الكترونين. زين. هنا عندنا النقطة الثانية، يتكون المركب من، الجواب هو أنواع مختلفة من الذرات متحدة معا كيميائيا. احنا ذكرنا انه عنصر مع عنصر اخر من يتحد راح يكون مركب، راح يكون مركب. اذا المركب هو يتكون من انواع مختلفة من الذرات متحدة معا كيميائيا. زين. وهذه هي طبعا المركب يختلف في خواصه عن المادة الأصلية لأن الاتحاد هنا كيميائي. زين. النقطة الثالثة، عندما تتحول ذرة الكالسيوم إلى أيون كالسيوم Ca موجب 2 فإنها تفقد الكترونين، تفقد الكترونين. ليش؟ لأن احنا قلنا في حالة الفقدان راح تتحول إلى أيون موجب. ليش؟ لأن الإلكترون هو سالب
والذرة راح تفقده فراح تفقد السالبية، إذن راح يتحول إلى أيون موجب، إلى أيون موجب. زين هنا عندنا الموجب وهاي الثنيان معناتها شنو؟ معناتها هي فقدت إلكترونين، فقدت إلكترونين. الجواب نقطة باء. زين نقطة أربعة، أي عنصرين مما يلي يمكنهما أن يكونا مركبا تساهميا؟ هنا عندنا الجواب هو الكربون والأكسجين. من يتحد الكربون ويا الأكسجين راح هنا يكون مركب تساهمي، لا راح تصير مشاركة بالإلكترونات، يعني لا تفقد ولا تكتسب. زين النقطة الخامسة، أي من أنواع الذرات التالية تتكون من أيونات سالبة؟ طبعا مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة أنه اللافلزات هي أيونات سالبة، اللافلزات صار واضح؟ لأن الفلزات تكون موجبة والعناصر النبيلة مو أيون، لأن هي لا تفقد ولا تكتسب، مشبعة بالإلكترونات، فالجواب هو اللافلزات. زين السؤال الثالث، أجب عما يلي بإجابات قصيرة، ما عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة لذرات العناصر أدناه اللي هي هذه العناصر ليكون لها 8 إلكترونات تكافؤ، وثانيا ما هي شحنة الأيون المتكون؟ فهنا عندنا أول شيء الكبريت، مطين الكبريت، هذه الجواب السؤال الثالث. الكبريت هو S سالب 2، سالب 2 هنا عدد التأكسد سالب 2، يعني شنو؟ يعني هو اكتسب إلكترونين، في حالة الاكتساب يكون هنا الشحنة سالبة. زين الألمنيوم هنا عندنا الموجب 3، موجب 3 يعني شنو؟ يعني يفقد 3 إلكترونات، يفقد 3 إلكترونات. الكالسيوم هنا عندنا الشحنة هي موجب 2، موجب 2 يعني شنو؟ يفقد 2 إلكترونات. والفسفور سالب 3 يعني يكتسب 3 إلكترونات. ففي حالة الاكتساب الشحنة تكون سالبة، وفي حالة الفقدان الشحنة تكون موجبة. أما هذه الأرقام هي عدد الإلكترونات. صار واضح؟ هنا عندنا سؤال، بيّن سبب استقرار العناصر النبيلة، شنو سبب استقرارها؟ الجواب نقول لأن غلافها الخارجي مشبع بالإلكترونات، فهي لا تفقد ولا تكتسب ولا تشارك بالإلكترونات. الغلاف الخارجي يكون مشبع بالإلكترونات فهي مستقرة وتسمى من العناصر النبيلة. زين هنا عندنا السؤال الرابع، ماذا تعني العبارة الآتية، العدد الكتلي يساوي العدد الذري؟ بالنسبة لذرة الهيدروجين اللي هي H العدد الكتلي مساوي العدد الذري. نقول تعني أن ذرة الهيدروجين لا تحتوي على النيوترونات. احنا عرفنا أن النواة تتكون من البروتونات والنيوترونات، فهنا عندنا الهيدروجين لا تحتوي على النيترونات، لا تحتوي على النيترونات، يعني النيترونات في في الهيدروجين عفوا تساوي 0. صار واضح؟ فيكون العدد الكتلي مساوي للعدد الذري. زين سؤال الخامس، قارن بين انواع الترابط الكيميائي من حيث ما يحدث لالكترونات التكافؤ الذرات وخواصها. هنا عندنا المقارنه بين الترابط الايوني والترابط التساهمي. الترابط الايوني الذرات يا أما تفقد أو تكتسب الإلكترونات لتكوين روابط ينتج عنها مركب أيوني يختلف في خواصه عن خواص الذرات المكونة لها. أما الترابط التساهمي الذرات تتشارك، يعني لا تفقد ولا تكتسب، لا تتشارك بالإلكترونات وينتج مركب تساهمي يختلف في خواصه عن خواص الذرات المكونة لها. إذن الترابط الأيوني يحدث أما فقدان أو اكتساب، أما التساهمي لا تتشارك بالإلكترونات، هنا راح تكون مركب أيوني وهنا راح يكون مركب تساهمي. صار واضح؟ زين بالنسبة للسؤال السادس، استعن بالشكل الذي يبين الترتيب الإلكتروني. هنا عندنا ذرة الليثيوم وذرة الكلور، هنا راسم هذه الذرات، العدد الذري للليثيوم هي 3، فهنا نوزع هذه الإلكترونات في هذه المدارات، وهنا كذلك عندنا الكلور العدد الذري هي 17، فهنا موزع هذه الالكترونات في هذه المدارات. زين هنا عندنا هذه الاسئله هو على هذا الرسم. سؤال الاول، كم الكترون يوجد في الغلاف الخارجي لذره الليثيوم ولذره الكلور؟
الغلاف الخارجي يقصد به هذا الغلاف الأخير، الغلاف الأخير، الغلاف الخارجي للليثيوم إيش قد عدد الإلكترونات مالته؟ واحد. أما الغلاف الخارجي للكلور هذا الغلاف الأخير إيش قد عدد إلكتروناته؟ نحسبهم 1 2 3 4 5 6 7. إذن هنا عندنا الجواب، يوجد في الغلاف الخارجي لذرة الليثيوم هو 1 إلكترون، ويوجد في الغلاف الخارجي لذرة الكلور هو 7 إلكترونات. هذا هو الجواب السؤال الأول أو فرع أليف. فرع باء، أي من الذرات العناصر تكون أيونا موجبا وأي منها تكون أيونا سالبا ولماذا؟ طبعا احنا ذكرنا انه في حالة الفقدان الكترون يتحول الى ايون موجب، وفي حالة اكتساب الكترون يتحول الى ايون سالب. فهنا الجواب، الجواب ذرة الليثيوم تكون ايون موجب. ليش؟ لان هي راح تفقد الكترون، راح تفقد الكترون اللي هو هذا في الغلاف الخارجي راح تفقده. اما ذرة الكلور تكون ايون سالب. ليش؟ لان هي راح تكتسب الكترون، لان الغلاف الخارجي مالتها 7 فتحتاج 1 حتى تصير 8 وتكون مشبعة، فراح تكتسب الكترون، ومن تكتسب الكترون تتحول الى ايون سالب. صار واضح؟ يعني هو نفس الحكي بس صيغ الاسئلة تختلف. نقطة جيم، ما مقدار العدد الذري لذرة الليثيوم ولذرة الكلور؟ العدد الذري هو مساوي لعدد الالكترونات، يعني اذا اريد اعرف هسه العدد الذري للليثيوم احسب الكتروناته، كل الكتروناته. هنا العدد الذري للليثيوم هي 3، 1 2 3، والعدد الذري للكلور احسب كذلك الالكترونات. هنا عندنا الغلاف الاول 2، الغلاف الثاني 8 ايش قد صار؟ 10، والغلاف الثالث 7 صار 17. اذا هنا الجواب، لحظه، العدد الذري للليثيوم هو 3 إلكترونات، والعدد الذري للكلور هو 17 إلكترون. صار واضح؟ يعني العدد الذري نحسب عدد الإلكترونات. زين، هنا عندنا سؤال نقطة دال، كم إلكترون تفقد ذرة الليثيوم وكم إلكترون تكتسب ذرة الكلور ولماذا؟ طبعا الليثيوم راح تفقد إلكترون واحد، هذا راح تفقده فراح يتكون غلاف واحد مشبع. اما الكلور راح تكتسب الكترون، راح تكتسب الكترون حتى يكون الغلاف الاخير مشبع ب8. صار واضح؟ فهنا عندنا، لحظه، هذا عندنا تفقد الليثيوم الكترون واحد وتكتسب الكلور الكترون واحد. زين، السؤال الاخير، ما نوع الرابطة المتكونة بينهما؟ شنو نوع الرابطة المتكونة بينهما؟ هل هي رابطة أيونية أم رابطة تساهمية؟ الجواب هو رابطة أيونية. ليش؟ لأن هذا الليثيوم راح يفقد وهذا الكلور راح يكتسب، وفي حالة الفقدان أو الاكتساب يتحول إلى أيون. فهنا راح يتحول الليثيوم إلى أيون وراح يتحول الكلور إلى أيون، فالرابطة اللي تربطهم هي رابطة أيونية. صار واضح؟ زين، هسا نجي إلى السؤال الرابع، أرسم مخططاً يوضح الترتيب الإلكتروني لذرة وأيون كل عنصر والروابط المتكونة في المركبات الآتية. يعني منطيني هذه المركبات وراح نرسمها، راح نرسمها وراح نوضح شنو الترابط اللي صار بيناتهم، ترابط أيوني أم ترابط تساهمي. عندنا أول شيء فلوريد الهيدروجين اللي هو H4، يعني هذا المركب منين متكون؟ متكون من ذرة الهيدروجين ومن ذرة الفلور. فراح نرسم الذرات وبعدين نشوف شنو هي هذه الذرات، شو تحتاج؟ تحتاج اكتساب، تحتاج فقدان، تحتاج مشاركة بالإلكترونات. بس لازم هنا شنو نعرف؟ لازم نعرف العدد الذري، لازم نعرف العدد الذري لكل عنصر. فهنا يا اما المدرس ينطيني العدد الذري بالامتحان او انا احفظه، يعني مثلا كل مدرس وطريقته. مثلا مدرس في بدايه مثلا الدوام ينطي العدد الذري للعناصر اللي هي العناصر المتكرره في المنهج ويريدها حفظ، فالطالب يحفظها حتى يعرف العدد الذري لهذه العناصر، او لا بالامتحان المدرس هو ينطي العدد الذري. فهنا أول شيء طبعا هنا العدد الذري للهيدروجين هو 1 والعدد الذري للفلور هو 9. فأول شيء راح أرسم العناصر،
هنا أنا راح أرسم عنصر الفلور. هذه هنا عندنا النواة. هسه أجي أوزع الإلكترونات. العدد الذري هو يساوي عدد الإلكترونات. فالغلاف الأول يتشبع باثنين إلكترونات. إيش قد بقى من التسعة؟ بقى سبعة. فراح أوزعها على الغلاف الثاني. لحظة. أوزعها على الغلاف الثاني. بقى سبعة. هنا نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هذا شنو هنا عنصر الفلور. زين. هسه أجي أرسم ذرة الهيدروجين. الهيدروجين العدد الذري هو واحد يعني إلكترون واحد. هاي النواة وهذا الغلاف الأول بإلكترون واحد. هذا شنو هنا عندنا؟ عندنا الهيدروجين. زين. شنو هنا راح يتكون الرابطة اللي بيناتهم؟ هنا عندنا هذا الفلور الغلاف الخارجي مالته غير مشبع. ليش؟ لأن الغلاف الثاني يتشبع بثمانية وهنا عندنا سبعة. وهذا الهيدروجين الغلاف الخارجي كذلك غير مشبع لأن بي واحد فيحتاج ثاني. فهنا راح تصير مشاركة بالإلكترونات. راح تصير مشاركة بالإلكترونات لأن هذه هنا عندنا الفلور تحتاج واحد وهذه الهيدروجين كذلك يحتاج واحد. فراح تصير مشاركة بالإلكترونات. إذن الرابطة اللي بيناتهم هي رابطة تساهمية. رابطة تساهمية. فهنا راح نرسم المركب. هذه هنا عندنا الغلاف الأول يتشبع باثنين. الغلاف الثاني هنا طبعا راح أرسم ذرة الفلور. هنا أقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهاي السبعة. هاي ذرة الفلور. هسه هاي الهيدروجين راح تجي وياها راح تشاركها بالالكترونات. هاي هنا بها الكترون واحد. هذا الكترون اللي هو الهيدروجين. اذا هنا شنو صارت؟ صارت مشاركه. هسه اجي للهيدروجين اشوف الغلاف مالته متشبع باثنين واجي للفلور اشوف الغلاف مالته متشبع بثمانيه. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا هنا صارت مشبعه بالالكترونات وكون مركب اللي هو هنا عندنا فلوريد الهيدروجين. فلوريد الهيدروجين واللي رابطة اللي بيناتهم هي رابطة تساهمية لأن تشاركت بالإلكترونات. النقطة الثانية هنا نقول ارسم ذرة وأيون الميثان اللي هو CH4. طبعا هذا حليته بالفيديو السابق اللي هو الحل تلقونه في مثال صفحة 16 اللي أنا حليته لكم في الدرس السابق. هذا هنا هذا حليته لكم هذا المثال. هذا هو الرسم. أربع ذرات من الهيدروجين لأن هنا عندنا CH4. هنا عندنا الـ H إيش قد؟ أربع ذرات. فأرسم أربع ذرات هيدروجين وذرة واحدة من الكربون. فراح تصير الرابطة اللي بيناتهم كذلك رابطة تساهمية. هذا رسمته لكم وشرحته في الفيديو السابق. تلقونه في المثال صفحة 16. صار واضح؟ زين. هسه نجي الى النقطة الثالثة اللي هي الامونيا. الامونيا هنا عندنا مركب يتكون من النيتروجين والهيدروجين. العدد الذري للنيتروجين سبعة والعدد الذري للهيدروجين هو واحد. فاول شيء راح ارسم الذرات. هنا راح ارسم ذرة النيتروجين. هنا عندنا هذه النواة. الغلاف الاول يتشبع باثنين. ايش قد بقى من السبعة؟ بقى خمسة. الغلاف الثاني خمسة. هنا نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. صار واضح؟ زين. عندنا الهيدروجين مثل ما تلاحظون هنا بالأمونيا إيش قد الذرات؟ ثلاثة. لاحظوا هنا عندنا H3 يعني عدد ذرات ثلاثة. فهنا راح أرسم ثلاثة ذرات من الهيدروجين. ثلاثة ذرات من الهيدروجين. عندنا الهيدروجين العدد الذري مالته هو واحد. يعني شنو؟ يعني الكترون واحد. هاي الذرة الأولى وهذه الذرة الثانية وهذه الذرة الثالثة. هاي النواة وهذا الغلاف بالكترون واحد يعني العدد الذري واحد. زين. هسه هنا شنو عندنا؟ عندنا هذا النيتروجين وهذا الهيدروجين اللي هي ثلاثة ذرات. شنو راح ينتج هنا؟ هذا هنا عندنا الغلاف الأخير للنيتروجين ايش قد يحتاج؟ هنا عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يحتاج ثلاثة حتى يصير مشبع. وهنا عندنا هاي الذرات الهيدروجين غير مشبعة كل وحدة تحتاج اثنين. فهنا كل وحدة لازم تشبع باثنين.
فهنا كذلك راح يصير مشاركة بالإلكترونات، راح يصير مشاركة بالإلكترونات. فهنا أول شيء أرسم ذرة النيتروجين، هذا الغلاف الأول تشبع باثنين، الغلاف الثاني هنا عندنا خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فهنا اثنين وخمسة سبعة. شقد هسه تحتاج؟ تحتاج ثلاثة، فراح تتشارك ويا الهيدروجين اللي هي ثلاثة ذرات بها ثلاثة الكترونات. فهنا عندنا هاي أول شيء، هاي عندنا ذرة الهيدروجين الأولى، وهاي ذرة الهيدروجين الثانية، وهاي ذرة الهيدروجين الثالثة. فهنا شنو صار؟ الهيدروجين هنا تشبعت، الغلاف الأول مالتها تشبع باثنين، زين هاي تشبع باثنين، والنيتروجين الغلاف الخارجي أصبح بثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، إذن أصبحت مشبعة، أصبحت مشبعة. فهنا شو تكون؟ تكون NH3 اللي الرابطة اللي تربطهم هي رابطة تساهمية، لأن صارت مشاركة بالإلكترونات. صار واضح؟ زين هسه نجي إلى أكسيد البوتاسيوم. أكسيد البوتاسيوم هي تكون من البوتاسيوم والأكسجين. منطين العدد الذري للبوتاسيوم هو 19، والعدد الذري للأكسجين هو 8. بس هنا نلاحظوا البوتاسيوم كم ذرة؟ 2، فلازم أرسم 2 ذرات من البوتاسيوم. زين هسه هنا أرسم الذرة الأولى، هاي النواة، الغلاف الأول ب2، الغلاف الثاني ب8، 1 2 3 4 5 6 7 8، ايش قد صار؟ صار 10. زين اسوي غلاف ثالث، 1 2 3 4 5 6 7 8، ايش قد صار؟ صار 18، وهي 19 بعد 1، فاسوي مدار رابع بالكترون واحد. هسه ايش قد صارت الالكترونات؟ صارت الالكترونات 19. زين هذه ذرة واحدة، وهنا عندنا 2، فراح ارسم كذلك ذرة ثانية، ذرة ثانية للبوتاسيوم. هذا عندنا اول شيء تشبع ب2، والثانية ب8، 1 2 3 4 5 6 7 8، هاي الثالثة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهذا الغلاف الأخير ب1. زين هسه هنا 2 ذرات من البوتاسيوم. بمن متحد؟ متحد ويا الأكسجين. الأكسجين ايش قد على ذراته؟ هنا زائد، طبعا هاي البوتاسيوم، وهنا عندنا الأكسجين عدد ذراته 8، إذا عدد الكتروناته 8. فهنا أرسم هذه النواة، الغلاف الأول شبع ب2، ايش قد بقى من 8؟ بقى 6. فهنا أنا أوزعها بالغلاف الأخير، 1 2 3 4 5 6. هسه هنا عندنا 6 و2 8، إذا هذه شنو؟ ذرة الأكسجين. هذه هنا ذرات، هسه أنا بعدني ما مسويت لهن ترابط. هذه هنا 2 ذرات من البوتاسيوم، هاي ذرة وهاي ذرة، وزعت الإلكترونات حسب العدد الذري، وهنا عندنا الأكسجين كذلك وزعت الالكترونات حسب العدد الذري 8. زين هذه هنا غير مشبعة لأن الغلاف الخارجي 1، وهنا كذلك غير مشبعة لأن الغلاف الخارجي شقد؟ 6، ولازم 8. هذه هنا شنو الرابطة اللي راح تصير بيناتهم؟ اللي الرابطة راح تصير بيناتهم هي رابطة أيونية. ليش؟ لأن هذا البوتاسيوم، هذا الغلاف الأخير ب1، هذا راح تفقده، هذا راح تفقده، وهذه الذرة كذلك هذا الكترونها راح تفقده، يعني صار فقدان. ما دام صار فقدان إذا راح يتحول إلى أيون. زين هذه إيش قد راح تفقد من ناواحد ومن ناواحد؟ راح يصير تفقد الكترونات 2، وهذا الأكسجين يحتاج 2، راح يكسبهن، راح يكتسب هاي 2 حتى يصير مشبع. فهنا كذلك الأكسجين راح يتحول إلى أيون. فهنا الرابطة اللي راح تربطهم هي رابطة أيونية. الرابطة اللي راح تربطهم هي رابطة أيونية. ليش؟ لأن راح يصير فقدان واكتساب الكترونات. فهنا رسمت لكم هذا التحويل، هنا تحويل هذه الذرات إلى أيونات. هنا عندنا
البوتاسيوم فقدت الكترون واحد، يعني هذا فقدته هو والمدار مالته، وهذا كذلك فقدته هو والمدار مالته، فهنا الشحنة مالته هي موجب واحد لأن فقدت الكترون واحد. وهنا عندنا الأكسجين اكتسبت الكترونات اثنين، اكتسبت الكترونات اثنين، فهنا الشحنة مالته هي سالب اثنين، سالب اثنين. صار واضح؟ تحولت إلى أيونات، يعني الرابطة اللي تربطهم هي رابطة أيونية. أما هنا عندنا النقطة الأخيرة هي كلوريد الكالسيوم، هذه راح أعتبرها واجب بيتي لأن نفس الفكرة. هنا أنا أرسم أول شيء ذرة الكالسيوم، وبعدين أرسم ذرة الكلور، وأشوفها شنو تحتاج. تحتاج فقدان، تحتاج اكتساب، تحتاج مشاركة، فراح يحدد الرابطة اللي تربطهم اللي هي تكون كلوريد الكالسيوم. صار واضح؟ هنا عندنا السؤال الخامس، اعطي اسماء الايونات الموجبه والسالبه. هذه هنا معطينا عدد العناصر، الرمز مالتها، وعدد التاكسد، فهذه لازم تكون انتم حافظينها، تلقونها في الجدول اللي هي في صفحه، اعتقد في صفحه 11، لازم تعرفون هنا عندنا الرمز والشحنه، من خلال الشحنه راح تعرفون هذا الايون موجب ام سالب. اذا موجب معناته شنو؟ هو فقد الكترونات، واذا سالب معناتها هو اكتسب الكترونات. صار واضح؟ وبالتوفيق ان شاء الله، مع السلامه.